للمتابعة ينضم إلينا الآن المتخصص في الأمراض التنفسية الأستاذ علاء مطيع. أهلا بك أستاذ علاء. أستاذ علاء، إذن سؤال بداية، يعني هناك دول قيمة فيها فيروس كورونا بأنه منتشر بشكل كبير جدا، منها إيران، منها إيطاليا، منها فرنسا، بالطبع ذلك بعد الصين. العراق، ما هو الوضع في العراق حاليا؟ أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة، وبس تعديل، أنا اختصاص عناية مركزة تنفسية. نعم. يعني اختصاص دقيق مو تنفسية. أهلا وسهلا. الوضع بالعراق، يعني أنا بالنسبة أتكلم عن الوضع في كردستان، لأن أنا يعني دوامي وشغلي ضمن اللجنة العليا للعناية التنفسية في كردستان حول موضوع الكورونا. تقريبا موضوع الكورونا احنا في كردستان تقريبا احنا لحد الآن ضمن الاستعدادات العليا لهذا الموضوع، وعندنا أي مريض يشتبه به مباشرة ينقل إلى المستشفى المخصصة لهذا الموضوع، يتم فحصه بجهاز البي سي آر، والنتيجة تظهر خلال 3 إلى 4 ساعات. يا أما تطلع سالبة ويطلق صراحة، يعني أو يطلع من المستشفى، أو يبقى ضمن الحجر والعلاج. والكيسات المشخصة لحد الآن في أربيل ودهوك هي 3 لحد الآن مو أكثر. نعم. سيد علاء، هيئة المنافذ الحدودية أعلنت أن هناك منافذ ما زالت مفتوحة وهي المستثنات فقط والمحددة من أجل دخول وخروج العراقيين من العراق، منها أربيل. المطارات والمنافذ الحدودية لديكم، هل هي مجهزة بشكل يسمح بفحص الداخلين إلى أربيل بشكل واضح ومحدد؟ الاستعدادات حسب علمي في مطار أربيل الدولي أنه كل مريض كل مسافر يدخل إلى الأقليم يفحص بالمطار حراريا، يعني يفحصون الحرارة مالته، والمعلومة اللي يعني يأخذون معلومات سكنة كاملة، ويعطوا تعليمات أنه إذا أصيب خلال هاي الفترة الأسبوعين بأي حرارة أو شيء يوجهون للأماكن اللي المفروض هو يراجعها. نعم. سيد علاء، هاي الإجراءات الموجودة في المطار. نعم. نعم. دكتور علاء، يعني أنت تعرف وتشاهد وتتابع أن حالة الهلع منتشرة بين الناس، هناك عدد كبير من الإشاعات، لنستغل وجودك معنا، هل هناك حالات أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا وتم التأكد من ذلك ثم شفيت، حتى يعني يكون الأمر واضح للمشاهدين؟ لا لا، الإشاعات أكبر من الحقيقة. الإشاعات يتم استغلال الموضوع من قبل ما نسب من يسموهم تجار الحرب أو تجار الحالات الطارئة. الموضوع يعني بتهويل، مو بهذا الحجم، لا بالعراق ولا بكردستان. والإجراءات يعني تقريبا كل الإجراءات الاستعدادات يعني اما تمت او في طور انه حتتم. نعم. والعدد الحالات المعلن عنها عدد الحالات الحقيقيه. نعم. يعني اكو توجيه انه اول يعني اكو توجيه من وزاره الصحه انه يعني لا حد يكذب في اعداد الارقام، يعني تكون حقيقيه. جيد. يكون شفافية الحكومة أمام الناس. جيد. دكتور علاء، قلت لي أنك في أربيل الآن وأنت يعني معني بشكل كبير عن الإجراءات المتخذة في أربيل، لكن لا شك لديك رأي طبي بما يحصل في كافة العراق. من المنافذ التي بقيت مفتوحة هي البصرة والنجف، ونحن نعلم أن البصرة والنجف على حدود مع إيران. إيران تعاني الآن من كارثة صحية إن صح التعبير. لماذا حتى الآن لم تؤخذ إجراءات احترازية صارمة بخصوص إغلاق منفذ البصرة والمنافذ الحدودية في البصرة وفي النجف؟ والله أنا يعني أقدر أجاوبك على كردستان، بس بالنسبة للبصرة والنجف يعني كلها إلى حكومتها وهم اللي طبياً طبياً على الاستعداد. نعم. طبياً يشكل خطر كبير على المواطنين العراقيين حقيقة. يعني كم الانتشار الموجود في إيران والتعقيدات الحاليه والفيديوهات اللي نشوفها تيجي من ايران خلال فيسبوك وغيره، ان صحت او مبالغ فيها ايضا، بس يعني والاخبار اللي تجينا انه لا، الارقام مهوله في ايران، وعدد المصابين اللي موجودين في العراق اما كانوا جايين من ايران او على كل على اتصال بشخص جاي من ايران، فلا هذا طبيا بشكل خطر كلش.
كبير على المجتمع العراقي. نعم. إن كان في يعني في كل محافظات العراق. نعم. المفروض إذا أكو تقصير، أكيد على كلمة إذا، المفروض يأخذوا استعدادات قصوى أكثر لمنع مثل هذا الشيء. اتضحت الصورة. إنه إغلاق هاي المعابر الحدودية أو تجديد الرقابة عليها. نعم، الدكتور علاء مطيع كنت معنا مباشرة من أربيل، أشكرك جزيل الشكر.